صباح النور، كي صبحتوا كل شيء على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده نتوما ووليداتكم العائله ديالكم، كل شيء بخير صحيحه تو فا بيان. ايوا الحمد لله انا على خير الحمد لله. انا دابا خارجه ان شاء الله، ان شاء الله غترجعوا معايا باللور. نت في الصباح وين فطرت غنشارك معكم الفطور ديالي. صوبت الغداء لوليداتي لوليدي شهيده راكم عارفينها ما كتكونش، وصافي دابا انا ان شاء الله خارجه غنشارك معكم اللوك تاع هو شنو لبست باش نعطيكم افكار، وصافي هادشي اللي كاين كنتبادلوا بعضياتنا افكار وصافي. ايوا دابا ان شاء الله انا خارجه غدا ان شاء الله نتهلا فراسي غدا ندير البنات انس، عندي واحد البوان نوار هنايا كبيره ما بغاش تحيد ليا، دونك وشحال هادي ما درت لو سوان وقلت ما عارفين دابا من بعد الصيف وداك الشيء والشموشات وهذا، واحد كيبغي يدير لو سوان وداك الشيء ونتهلاو في راسنا نطلعوا النفسيه كيف ما كنقول لكم، نقول لكم ديما نطلعوا النفسيه ديالنا نتهلاو في راسنا باش ما ماشي مشكل، ماشي ضروري انسان يمشي الصالون يمشي هذا، اللي ما عندوش لي مويان راه يمكن له يتهلا في راسو غير بداك الشيء اللي عنده في الدار، ماشي ضروري الصالون ماشي ضروري هذا. انا ملي كنت صغيره ملي كنت كنقرا وداك الشيء ما كانش عندي لي مويان، كنت كنمشي نعطيكم فكره كنمشي لايكول ديال الحلاقه اللي كيتعلموا فيها، وكنمشي كنصاوب بروشينغ لا شهوتي في بروشينغ لا هذا، وهادشي اللي كاين واحد كيقلب على الحلول ماشي ضروري خصو يكون عنده باش يتهلا، يا اما داكشي في الدار يا اما هذا، راه اكثريه انا كان غير مره الواحد خي يمشي كيبغي اولا كاين شي حوايج اللي مايمكنلكش ديرهم راسك، كاين شي حوايج اللي يمكنلك ديرهم راسك، وكتبغي تهلاي في راسك وتفشي شويه شحال هادي ما تفششنا، المهم الشميشه البنات شحال هادي ما نضرقها، دونك شحال هادي ما تفششت وصافي هادشي اللي كاين. صافي مشيت الامانه باش ندي سميتو، المهم الناس الامانه غير سمحوا لي راه غادي نتعطل عليكم في لا ليفغيزون، مشيت لقيتهم دايرين اضراب ما عرفتش، المهم ما عرفتش علاش دايرين اضراب اليوم وغدا، المهم اعتذر مع الله ونهار الاثنين ان شاء الله عاد نصيفط لكم لي كوموند ديالكم. ايوا هذا مكان دونك ان شاء الله خليكم معايا كيف ما دوزت نهاري، ان شاء الله غادي نشارك معكم اي حاجه. المهم انا غاده دابا عندي رونديفو مع ديزور غدا ان شاء الله باش ندير لو سوان ديالي ونشارك معكم اي حاجه عجبتني اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. وهذا مكان قبل ما ندوز لحاجه اخرى بغيت غير باش نشكركم على لي ميساج ديالكم، والله البنات انتما تعطوني الطاقه الايجابيه كيف ما انا كتصيفطوا لي ميساج كنعطيكم طاقه ايجابيه حتى انتما كتعطيوها ليا، الحب ديالكم التشجيعات ديالكم الناس الزوينه الناس خلاها عدويه الناس الرائعه والله البنات زعما ما نكذبش عليكم كنحماق عليكم كنحس بكم الاسره ديالي الثانيه، واخا انني عمرني ما شفتكم كنحس داك الحب ديالكم ليا، كنحس هذاك التقدير سمحوا لي هذاك الطاق، كنحس بهذاك التقدير ديالكم، كنحس بلي ميساج ديالكم، اي حاجه وريضات كلمات زوينه دعوات من الامهات والله حتى انا كنحماق عليكم الله يخليكم ليا، وزعما في الحقيقه اليوتيوب لقاني مع الناس اللي حسن مني فرحانه 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 بكم بزاف بزاف بزاف، وهذا الشيء اللي كاين دونك خليكم معايا ما تمشيو فين. شكون البنات تشهى الفول اللحيمات بالفول، المهم رديتهم صافي غنخلي شويه يغلى باش يتحيد منه داك المرق وصافي ونمشيو وانا معكم. دونك البنات كان هذا هو اللوك ديالي ديال هذا النهار كيف ما كتشوفوا معايا مع هاد لي بايت، دونك نلبس معاهم مونطو بيان سور مونطو غادي نسدو، انا غنسدو وغادي نوريكم. دونك كيف ما كتشوفوا ها هو فيه هذا قرب لكم وفي هنايا كيتسد وصافي. لي شوسور درت هادو ديال البلاستيك دابا حيت كاينه الشتا. ايوا هذا مكان هذا هو اللوك ديال هذا النهار كنتمنى يعجبكم. بالنسبه للمونطوات البنات المونطوات لي دودون راه مازال عندي كلكو طاي، تقولوا لي لا طاي ديالكم حيت كنلقى الاسئله. كاين لي دودون كاين واحد جين 38 اللي عندها 38 راه جين كاين واحد مونطو، ولي دودون باقيين في الخضر وباقيين في الكحل باقيين عندي موجودين، وبزاف الحوايج باقيين موجودين. دونك مرحبا بكم البنات. دونك
ولا لي في لو سالون كيحمق. حبيباتي غادي نشارك معكم الصالون، صالون تبارك الله غزال، واول مره غادي نمشي ليه كانت عطاتو ليا الصديقه ديالي حسنه اللي كنشكرها. غزال تبارك الله ملي كتدخلي كتحسي نفسك تترتاح و 100% فام، يعني ما كاينش حس رجال. انا كيعجبوني الصالونات بحال هكذا، كتكونيش جيني، كتكوني اليز. راك عارف حنايا اونتر لي فام. فينالمون ما درتش لو سوان، ان شاء الله غنديرو لا سيمين بروشين، حيت هادشي اللي درت خصني نخلي حتى لا سيمين بروشين ان شاء الله. خديت رونديفو، درت حوايج اخرين تتعطيوني واش لاحظتوا ولا ما لاحظتوش. المهم هانتوما كملوا معايا الفيديو غتشوفوني واش لاحظتوا ولا ما لاحظتوش شنو درت. خليوها ليا في الكومونتير. وهادشي اللي كاين دونك غادي نخلي لكم ان شاء الله نيميرو ديالهم، انستغرام ديال انستغرام ديالهم نخلي لكم في صندوق الوصف. وان شاء الله اللي بغى يمشي ليه، المهم انا قلت لكم الحاجه اللي كنرتاح فيها كنبارطاجي، اي بلاصه مشيت ليها كتعجبني وكنشوف اولا لو سيرفيس، لو ريسبي ديال لي رونديفو. السيده اللي خدمت ليا روسيه، عندهم السيدات الروسيات كيخدموا، لو ريسبي والاحترام والناس مكتب. شنقول لكم مي كتدخل لواحد المحل وكتدخل سميتو كتحس براسك مرتاح، بحال دخلتي الدار كتحس بالناس، كتحس بهم. ما عرفتش انا عندي واحد الاحساس في الشكل، ديما عندي واحد الحاسه السادسه كيفاش كنحس بالناس. دونك هادشي اللي كاين البنات، ان شاء الله غادي ندخل دابا غنمشي نرجع لداري، باقي الحال غنرجع لداري ان شاء الله، غنشارك معكم ونجاوبكم على الاسئله اللي لقيتها في لا فيديو لا ديرنيير فيديو اللي لقيتها. غادي نجاوبكم ان شاء الله الاسئله ديالكم، غنشارك معكم شي حويجات اللي كنتو سولتوني عليهم بطبيعه الحال. وهادشي اللي كاين دونك خليكم معايا باش تشوفوا فين. دونك حبيباتي عدت اليكم من جديد، انا دخلت للبيرو باش نشارك معكم داك لا فيديو ديال البارح، ماشي البارح والبارح، لا فيديو ديال البارح ما حبتهاش. غير سمحوا لي كانت تطلع لكم والله البنات، حتى انا والله حتى كنحماق عليكم وما نكرش معكم نكون معكم الصبح وعشيه والله، ولكن ما بيدي الحيله، مع هذا مع الخدمه مع الدار راكم عارفين. المهم الحمد لله على كل شيء، شكرا لكم لانكم كتبغوني من قلبكم، حتى انا كنبغيكم من قلبي وكنشارك معكم اي حاجه من قلبي. شتيو مي كترجعوا من الصالون وكترجعوا كتهلاو في راسكم، كترجعوا بواحد الطاقه زوينه. دونك خصكم راجعه بواحد الطاقه زوينه. دونك بالنسبه لهاد التريكو اللي كنت شاركت معكم، ها هو كيف ما هذا، راه باقي عندي، باقي عندي كيلكو بيس. غنشارك معكم ان شاء الله. شتيو هانتوما راه ستوندار، هذا ستوندار كيجي واسع، يعني ماشي تريبل اكس ال، راه كله كيجي واسع. ما بغيتش نصور معكم لتحت لان شويه بقزم من القدام، فهمتي داكشي علاش كنصور معكم غير شويه شويه، راكم عارفين. دونك البنات غنشارك معكم ان شاء الله البيسي ديالي. كنت رديتو البال بان البيسي كان مهزوز، هو باش تشوفوا علاش واقف. كما كتشوفوا واقف على هادي، انا غادي غنجبدها وغادي نشاركها معكم. دونك كيتحط بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا، كيتحط اولا ملي كتكوني كتخدمي وانت في النيفو، يعني راه كديروا على حسب النيفو اللي بغيتو، بغيتو طالع ولا بغيتو هابط ولا بغيتو، كيبقى على حسب النيفو ديالك. انا شحال هادي كنت ملي كنحط البيسي كنبقى دايره ها عنقي، ملي كنسالي خدمه عنقي كيبقى يضرني. راه اغلبيه البنات اللي كيخدموا في بيسي راه يكون عندهم هذا المشكل. دابا انا كنخدم وانا دايره ها، يعني كنصاوب البيسي ديالي على حسب شنو بغيت انايا، جالسه وجالسه هكا كنشوف ها هو واقف، يعني جو سوي اليز، يعني ما بقاش عندي هذا المشكل ديال العنق، بقاش عندي. دوزيامو شنو الحوايج اللي كي اللي مزيان هذا البيسي، هو ان البيسي ما كيبقاش يسخن بزاف، يعني ملي كيكون كيخدم طول الطون نتي شاعل البيسي ديالك كيكون كيسخن، يعني ملي كتحطيه ما كيتنفش، يعني ما لايغاسيون، بالنسبه لايغاسيون. دونك هذا كيساعد على سميتو باش كيبقى ديما بارد البيسي. دونك هذا تريك زوين، هذا مي غتقول لي مي خديتو من فرنسا من امازون. على ذكر فرنسا الله يجزيكم بخير، بغيت غير نطرق لواحد الموضوع وعاد نكمل معكم. فيما كنحط شي حاجه في فرنسا كتقول لي واش انت ما مقاطعاش فرنسا؟ شوفوا الله يجازيكم بخير، شوفوا راه ديننا على راسنا وعينينا، وكاين شي حوايج راه كتخلطوا شي حوايج، يعني
لا علاقة لها. بحال داك النهار انا حاطه الفطور كيري قاطعو كيري على انا لا قاطعت كيري، راه كيري كاين في 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 المعمل ديالو فيه بزاف ديال المغاربه اللي خدامين، غنقطع حتى رزق هذوك المغاربه، ما تنساوش العرب اكثريه المغاربه. دونك فكروا في بابا سميتو. شوفوا انا نقول لكم، انا بعدا نعطيكم وجهه نظر ديالي، نبي صلى الله عليه وسلم ما كنبغيش ندخل هذه المسائل، من نبي صلى الله عليه وسلم راه المرتبه ديالو فوق هنا في قلوبنا وفي كل شيء، فهمتي؟ باش يعني باش نقضيو عليهم، ماشي هي المقاطعه، انا كنت خلق قضيه باش نقضيو عليهم، هو اننا نكونوا مؤدبين، نكونوا مخلقين، نخدموا بلادنا ونخدموا ديننا ونخدموا بزاف د الحوايج ونعطيو واحد صوره زوينه للاسلام. هذا هما باش غنقضيو عليهم، ما خصناش نبقاو غير كنسمعوا مقاطعه، لا خصنا نقاطعوا، خصنا نديروا. زيدون انا خيري كان عندي بشحال هذه الحوايج اللي شريت من فرنسا، شريتهم بشحال هذه قبل ما يوقع هادشي، راك عرفتوني امتى مشيت عند ولدي وامتى رجعت، يعني شحال هذه. يعني زعما انسان خصكم قبل ما تحكموا على واحد الانسان تتاكدوا من حاجه وتعرفوا راسكم شنو تديروا، ماشي هكا تجيو تهضروا وتقولوا هذا. المهم انا ما كنشوف، رانا كندير شي حوايج اللي كنديرهم انا مقتنعه بهم وربي شاهد عليا، يعني وان يعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. انا اللي كيهمني هو الله، واخا نبقى نهضر معاكم حتى الصباح كيف ما قلتوا، راه كيقولوها الاخوات، راه كتبقاي تشرحي لهم وتشرحي لهم، واللي في راسهم في راسهم. دونك انا كنبغي ماشي داكشي، كنبغيكم توعاو، كنبغيكم توعاو. راه ديننا دين اخلاق، دين معاملات، راه المعاملات، راه كنتي انتي مزيانه وانا مزيانه والاخر مزيان وكنبينوا، والحاجه الزوينه في الدين ديالنا راه هكاك باش كنعطيو قيمه للدين ديالنا، راه هكا باش غنعطيو قيمه، ماشي بالمظاهرات وماشي بالعنف وماشي بداكشي. ما عمر الدين ديالنا كان دين عنف. المهم هذه وجهه نظر ديالي، وجهه نظر ديالكم تحترم، انا ما كنقولش كونتر، مي كنوريكم انا كيفاش كنفكر. داكوغ، دونك قولي لينا من البيسيل اللي حيت فكرتها وعاوتاني نقول لكم فرنسا، عاوتاني غنلقى في شي وحده ولا جوج كاتبين. ماشي كلشي، انا عارفه الاغلبيه 99% عارفهم كيعرفوني وعارفهم كيعرفوا الكاركتر ديالي، غير على بعض شي اخوات كيدخلوا جدادات بوتيتر وما تيعرفوش السنه، تنحاول نشرح لهم. دونك البنات كيف ما قلت لكم، كي هذا انا غادي نوري لكم، نزلو ها نتوما شوفوا، ملي كنخدم شحال هادي، ها نتوما شوف كنخدم وكنبقى دايره هكا، ها ديما حاليه ديما، ملي كنسالي كنحس بعنقي كيضرني، هاد البلاصه كضرني. سكيفي هذا ها نتوما كيفاش داير، انا غادي نشاركو معكم. ها هو داير بحال هكذا، كتجبديه كديري له هكذا وكتجبديه من هنا، كدير له هكذا، كدير له هكذا، كدير له هكذا، كدير له هكذا. ورا البواطه ديالو عندي في البيرو الاخر اللي في بيت نعاس، دونك كيتخشى في البواطه، يعني ديسكري، يعني ديه معك فيما بغيتي، فيما تكوني. مثلا غادا مثلا عند كاينين العيالات مثلا اللي كتلقاهم خدامين في الدار، كيخدموا البيسي في الدار وكيخدموا في خدمتهم، كيجيو مثلا يكملوا شي حاجه، يعني هذا بلا ما تشري جوج، هو ما غاليش، ما عقلتش في الحقيقه على الثمن ديالو، ما غاليش، خديته من امازون، داروا لي لا ليفغيزون حتى لعند دار ولدي. انا غنوريكم هذاك البوشيط ديالو. دونك البنات ها هي البوشيطه ديالو، ساهل، يعني كدي معاك في الشنطه ديال البيسي ديالك، ها ديسكري وخفيف، تكون فيه شي، خصكم تتعبر، تكون فيه شي 200 غرام ولا 250 غرام، خفيف ساهل. ملي كتجبديه كتحطيه هذا، كتحليه كتركبيه على حسب انت شنو بغيتي، لا اوتور اللي بغيتي. بحال دابا انا بغيتو عالي بزاف، راه ملي كنطلع هذه كنحطها في العين الاولى، ياك؟ ولا بغيتو حاضر كنديرها حتى العين الثانيه، كاينه العين الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، يعني على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا، لا اوتور اللي بغيتو ديروا. صافي عاود كتحطو هنا، ها هو. دونك انا غادي نحطو، ها هو البيسي ديالي. دونك كنخدم فاسيلمون، ها نتوما كتشوفو كنخدم فاسيلمون، عنقي ما كيبقاش على نفس النيفو اللي بغيت انا، نتوما كديرو كل واحد كيدير على حساب نفس النيفو اللي دار اللي بغا هو. دونك هادشي اللي كاين، هادي التساؤلات اللي لقيتها البارح في لا فيديو، لقيت بعض النساء اللي كيسولوني على هادي ديال البيسي، انا شاركتها معكم، ديروها حتى لوليداتكم حتى باش ما يضرهمش عنكم، الوليدات اللي كيخدموا اللي كيبريباريو هكا في الدار وداكشي، اللي كيخدموا ا ديستونس في ليكول. دونك هذا حاجه اخرى بغيت نهضر لكم فيها على امازون، كنلقى ديما تساؤلات على امازون. امازون البنات كتجيب المغرب، ولكن ملي كتجيب المغرب كتجيب داكشي غالي، كيتقام عليكم غالي. الا عندكم شي حد اللي ياخذهم لكم في فرنسا كتكوموندي من امازون،
فرنسا، يا اما كيصيفطوا لكم يا اما كيجيبوا لكم شي واحد من فرنسا. هذه اللي نقدر نقول لكم رخيصه، كتقام عليكم رخيصه، مي امازون لا بغات ليفريك المغرب كتليفريك غالي. هذا هو التساؤل اللي بغيت نجاوب عليه. دونك كانت هذه هي الفيديو ديالي، اختكم فرحانه جايه بواحد الطاقه ايجابيه لانني خرجت وتهليت في راسي. ديما كنقولها لكم تهلاو في راسكم، راه شوفوا راه ماشي الماده غتقولوا لي اه الماده، راه كنخدم على راسي باش كنقدر نوفر ظروف لراسي اللي مثلا ما عنديش ولا هذا، فهمتي؟ راه كنخدم على راسي. الانسان اللي ما عندوش الظروف يحاول يخدم على راسه، خدموا خرجوا خدموا، ديروا بزاف ديال الحوايج اللي غادي تزيد بكم القدام، اللي غادي تطلع لكم المورال، اللي غادي مهم انا كنشارك معكم اي حاجه نهاري كيفاش كندوز، راه كنحاول نشارك معكم. خرجت بعد فتره كتحسي بالمورال كيبدا يهبط غير بوحدو واخا ما عندك حتى شي مشكل. بعد فتره ها نتوما غتقولوها ليا في الكومونتير بانك كتفيقي في الصباح كتلقاي راسك مقلقه، علاش؟ الله اعلم، ما عرفتش، الله اعلم، ما كيكون عندك حتى شي مشكل، ما كيكون عندك حتى شي حاجه. دونك حنا هذيك علاش علاش كتوقع لنا هادشي؟ حيت كنعيشوا في واحد الروتينيه، روتينيه اللي كنديروا لا ميم شوز، اللي كنديروها اليوم نديروها غدا، اللي كنديروها اليوم كتشوفي راسك دوري في واحد الدوامه اللي غير دايره وغا هايمه وغا غدا وغا هذا. لا لا البنات لا، انا ديما كنوصيكم بلات زعما باقل، راه قلت لكم راه كاينه لي زيكول ديال الكوافور كيمشيو. كنت انا قلت لكم ملي كنت صغيره كنت اتيديون، راه كنت كنمشي كنصوف في ليكول. يمكن لك تصوبي شحال حاجه في دارك، غير ديري هذا راه بلي ماسك، راه ديما كنشارك معكم لي ماسك طبيعي نديرهم، نفرح بيديداتي برجيلاتي، ندير وجهي، ندير هذا، نخرج مع صحاباتي، نفوج على راسي، مشي جيت البحر، دير غير لا مارش، بزاف ديال الحوايج اللي كتخليك انت كتطلع لك المورال. مي كتهلاي في راسك، مي كتخرجي كتمشي مثلا الصالون، عندك امكانيات. شوفوا العيالات راه الاغلبيه ديالنا عندهم امكانيات، راه كتلقاها تمشي تشري طباسل وتشري كيسان وتشري الريدويات وتشري هذا وما تهلاش في راسها. هذا هو المشكل ديالنا، راه كنا انا بعدا كنت بحال هكذا، دابا لا، ما بقاش كندير بحال هكذا. شوف كنا كنبغيو ديورنا زوينين، كنبغيو نحطو حويجات زوينين، كنا كنبغيو داكشي، ماشي مشكل، ولكن ايكيليبريو، ديري لراسك، ما تبقايش غير كديري للدار وديري للولاد وديري هذا. راه ديما كنقول لكم ديري واحد ليكيليب راسك راسك راسك، راه ملي كدير هكا كطلعي المورال. انا كنقول لكم دابا الاحساس، اي حاجه كنديرها، لا درت رياضه ولا درت، كنبغي نصور لكم داك الاحساس باش تحسوا به، باش تعيشوه حتى نتوما. دونك باش ما نطولش عليكم البنات، كانت هذه هي نهايه الفيديو ديالي. شكرا لكم على الدعم، شكرا على الكلمات الزوينه، والله البنات مي كنلقى الكومونتير فيه لي ميساج ديالكم، والله حتى كيفرحني بالكلمات الزوينه، قليبات لوريدات بالدعوات ديالكم، الامهات لا في هنا لا في الواتساب لا في، شكرا لكم، شكرا لكم، الله يخليكم عليا. راه ديما كنقولها حتى نتوما كتعطوني الطاقه الايجابيه، والله يخليكم ليا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو ديالي، لي فيديو ديالي اجمعين ما تنساوش تبارطاجيهم، ما تنساوش باش القناه ديالنا حتى هي تكبر وتزيد تكبر، راه غادا لونتمون راكم كتشوفوا. مي الحمد لله ماشي مشكل، الحمد لله داكشي اللي بغاه الله هو اللي كاين. ديروا البارطاج باش تكبر القناه، باش لي فيديو ديالي حتى هما يتشافوا. ايوا هادشي اللي كاين، تكبر العائله ديالنا. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الكلمات، الله يخليكم عليا. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.